السلام عليكم. أنا هو الكينج بلاك والسلام على الباهين بك أمس هذيك اللي بالأخرين فوق يور بي دي دي بي دي كل بيرسون جاب تفهمها ولا دي بي كم تحب تفهمها فما شو هذا التوضيح ما عندي الكينج بلاك فهمت شيء وني في كاردية وكل شيء نمي يسين مفلق من غير في كاردية اللي نسيب مسويها سوي ريخ طوما هاك كما يقول دوم بكرة كما هاك كما هاك سيب ريخ سوي ريخ طوما هاك مش هاد دوم بكرة عليك من طوما هيك فهمت شيء هذا فهمكم فقط رابور احنا نهضوا على الرابور وقت احنا جينا عند تاع السبعينات والثمانينات انا من 70 79 فهمتي كانوا يغنوا شي طول من اي سام سي عندي كاسيت انتم اكبر منكم تاع الجينيراسيوني فهمتوا شوف وقت احنا كان يلعبوا يغنوا راب وبيان وكل شيء في شو الخميل فهمتي دوك غير مفضل ماك ماذر فوك يو بيتش وزيمي فوك يو جيرل تبعوا يفري وكاك واخي كاك انتم كان رابي غفل وكان رابي فيف كان يطنع انت عقلك ميزانك وشوف وش يخرج عليك وخير واختار وجد نهز راسك مع المختار تقش متهز راسك مع المختار تبقى الشام بطار يا هني كوشمار تاع الفريت على لاتير تاع لونيفير ملاح عبيد شوف يعطيك الصحة شبيه كي تلعب كوشمار لو فخار قديم مش فخار واحد جيد قديم هذا مش ني فخار حديد صلب توجور اون جو لو دير باسكو جو سوي مير ترو سوليد ترو دير اسمع صرفك صرفك قال لك كلامي نحكي للناس باش باش يفيق ماشي نحكي فيها باش الناس تصفق يا ملاح عليك ملاحك العشان صاحبي من حقه بسيك وامن انت كي كنت كاشف روحك ولا ما قلتش ليه تخلاش انت في الطيرو شوف انا طيرو وانت زيرو شوف تهدر معايا نفلق لك او ونودي انا ايرو اوه ياسر ايش هذه وتجي ما ركز ولا انه ما عرف بلقطه تاعي كي يلعبوا لي ماتش واو واو فهمتي ذاك رجع الاوا هم بقى يفهموها تاع اوا واو سياسه كاميزون سياسه كاميزون نفهمكم فيها هي خطيره جدا ردوا بالك نتاعو فيها انتم الضحايا يعني طحنا فيها 10 سنين كاميزون هو الميتا تاع كاميزون واحد كل هذا الدراب والابيض واستثمر اللي جرى ولا بنات جرى واللي راح للشعب رقوه واللي راح للايطال واللي قال فهمتي شوف انا ما تابع حتى جهل رحت للشعب للدوله للبنات فهمتي تابع الحزب الله الجبار محمد صلى الله عليه وسلم والملائكه والرسل والانبياء والصحابه والقران والايمان حاربكم بربعه شويه بربعه حوايج كتب بكره واش قال لكم قال لكم شو يمكن حتى فورمين واجيك كان الصبر والايمان دوك نزيدك على جوج اخرين كاين الصبر والايمان والقران والصلاه هما الحوايج اللي نجوكم شي من نجيك لامك لابويك لا تو شي من يمكن نقول لكم درتو هذيك الطفل اللي يعمل لكم طفل دوك يجي راه شرب كان ما كان حاشي يدخل لك فيه ثمانية كبير ومن بعد طيشك اسمع ارجو كيما نرجع للطريق وقال لكم العنقة ارجع لا تندم فهمتي وذي ما عند صحيبي بلال ويعرف روحه وصحيبي شمس وكاميرامان وبالكاميرامان بالقرآن نبقى رستمان فنطر الجردان والفئران فهمتي نبقى ليكم الترو رستمان ومش رستمان تعجبك رستمان في السال ميزين ما ميزين ما يميتد هاي ذوك السلام عليكم وفي الحلقة القادمة مازال فيديو كليب ونجيك بيه كان بنتو بغداد كان